السلام عليكم اخواني. وصلتنا هذه الجوست، بيكون شغلنا عليها تحويل اللون من اللون الابيض للون اللي هو الناردو جراي بالكامل، بامبر تو بامبر، بالاضافه للشبك الامامي والشعارات الكروم اللي هو الشعار هذا والشبك الامامي، كل قطع الكروم بارت بيكون باللون الاسود اللمع بالكامل، القطع الخلفيه والاماميه وحتى المفضل او الجزوز الخلفي بيتغير اللون. بالاضافه وصلتنا هذه البنتلي ونغير لونها من اللون الذهبي للون اسود اللمعه بالكامل، حتى البيبان الداخليه بيختفي اللون، يعني عندكم هذا المنظر الداخلي مال البيبان بيتغير من لون ذهبي للون اسود بالكامل. طبعا عندنا هذه السوبر ركبنا عليها جلات الحمايه اللي هو البي بي اف المات اللي هو بدون لمعه بالكامل، بامبر تو بامبر. عندنا هذه المرسيدس ركبنا عليها اللي هو الجلاد اللي هو الرمادي الساتان، والمكلارن شغالين عليه.